أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قلب مصر. النهاردة عندنا موضوعات وملفات كتيرة جدا هنتكلم معاكم باستفاضة. فأهم هذه الموضوعات هنعرف النهاردة مع ضيفنا الكريم دور الأحزاب في تأهيل الكوادر الشبابية لخوض الاستحقاقات البرلمانية والنيابية القادمة. لكن قبل ما نبدأ حلقة اليوم، طبعا بتقدم بخالص الأعزاء للشعب المصري والأمة العربية في وفاة السيد الرئيس محمد حسني مبارك الذي توفى خلال الساعات الماضية. وأيضا بتوجه بخالص الأعزاء للسيد جمال مبارك والسيد علاء مبارك لوفاة السيد الرئيس محمد حسني مبارك. الشاب الشاب يذكر، لازما أتوجه أيضا برسالة شكر وعرفان للقيادة العسكرية وأيضا لمؤسسة الرئاسة المتمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قدم الكثير والكثير خلال الساعات القادمة. وهذا يدل على أن هذا الرجل إنسان، هذا الرجل دائما كما يطلقون عليه رجل والد للمصريين، رجل يعني يعترف بالمعروف لابن المؤسسة العسكرية وهو السيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وأيضا أتقدم بخالص الأعزاء إلى اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية الذي توفى خلال الأيام السابقة أثر الحادث الأليم أثناء افتتاح مقر حزب الحرية المصري بالسويس. وأيضا أتقدم أيضا لأسرة حزب الحرية المصري في وفاة اللواء حسن ناجي. وطبعا أنا دايما بقول لأهل بلدي طبعا في بسيون، بتقدم لكم بخلاص العزاء لأنه ابن من أبناء بسيون رحمة الله عليه، وأتمنى من الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. كل هذه الملفات هتكلم معاكم فيها باستفاضة مع ضيفنا الكريم الصديق العزيز الدكتور أحمد إدريس أمين تنظيم حزب الحرية المصري. شرفني ونورني النهاردة، أهلا بك دكتور أحمد. أهلا بك يا مصطفى وأهلا بضيوفك الكرام. شرفتنا ونورتني. وفي بداية الحلقة يعني حابب أخذ رأي حضرتك في كيف ترى حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشهد تشييع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وبتواجد أيضا القيادة العسكرية وبتواجد الشخصيات الدولة خلال هذا العزاء. في البداية طبعا أشكر حضرتك على تقديم واجب العزاء لحزب الحرية المصري في الفقيد البطل والشهيد حسن ناجي رحمة الله عليه. الراجل فعلا اللي قدم للحزب وقدم كشهيد آخر لآخر فترة من عمره، فعلا هو بيؤدي الواجب كما تعودنا من حسن ناجي اللي هو حسن ناجي في كل فترات حياته. نعم. سكرتير المحافظ، مساعد وزير الداخلية، أتقدم لكل أسرته وكل أعضاء حزب الحرية المصري بالتعزية. الله يرحمه. ننتقل بقى لسؤال حضرتك، الرئيس السابق محمد حسني مبارك. نعم. أنا كواحد من شباب مصر فعلا شفت هذه اللفتة الإنسانية. نعم. من كل شعب مصر رد الجميل لهذا الشخص، قائد من قوات حرب أكتوبر. نعم. قائد طلعة الجوية. خبر وفاة الرئيس محمد حسني مبارك، فعلا أنا بقدم التعازي لكل الشعب المصري. نعم. في وفاة هذا البطل الجسور العظيم طبعا. في نفس الوقت برضو ببعث رسالة شكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. على رده الجميل. صحيح. لواحد من ولاد القوات المسلحة. صح. واحد من أبناء القوات المسلحة اللي أدى فترة طويلة جدا من عمره. صحيح. بل أدى عمره. صحيح. خدمة هذا الوطن. صحيح. كما تعودنا من رجال القوات المسلحة. نعم. وكما تعودنا من قيادات القوات المسلحة. نعم. حامي هذا الوطن. نعم. فعلا احنا فعلا كشباب مصر اما نشوف هذه اللفتة الإنسانية من قيادة وقيادة الدولة، رد للجميل فعلا احنا بنحس عرفان بالجميل، فعلا عرفان بالجميل. صحيح. احنا بنحس فعلا بالوطنية. صحيح. وبنحس قد ايه مصر فعلا مصر دولة مصر بخير ومصر بخير ومصر فعلا حاضنة لولادها. ما بتنساش الجميل. له ما له عليه ما عليه. نعم. انما رد هذا الجميل وهذه الجنازة العسكرية المهيبة بحضور هذه القيادات الشعبية والوطنية ومن مختلف دول العالم. صحيح. بتدينا رسالة انه فعلا مصر دولة عظيمة. مصر. صحيح. فعلا دولة عظيمة بولادها وبشعبها وبقيادتها. صحيح. وبقيادتها. رسالة شكر يا سيادة الرئيس، احنا متشكرين جدا لحضرتك من شباب مصر، متشكرين جدا لحضرتك. نعم. على هذه اللفتة الإنسانية. نعم. وكما تعودنا من حضرتك دايما أنت أب لينا وأب لكل المصريين. صحيح صحيح. الشاب الشاب يذكر دكتور أحمد، وإحنا في بداية حلقتنا النهاردة إحنا شايفين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيقدم مثل رائع للاعتراف بالعرفان وخلافه، وشايفين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الآونة الأخيرة بيقدم إنجازات كبيرة جدا وافتتاحات ومشاريع وخلافه.
لكن هذه الانجازات بقى انا هاخد مع حضرتك نقطه مهمه جدا. طبعا احنا نعلم علم اليقين ان هذه الانجازات عامله قلاقل لبعض اخوان الشيطان او بعض اعداء استقرار واستمرار نجاح الدوله المصريه خلال الفتره اللي فاتت، واحنا شايفين حجم المقاومات والمؤامرات على الدوله المصريه. حابب من حضرتك اعرف من رؤيتك انت شايف ازاي ولايه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل هذه المقاومات على الدوله المصريه خلال الفتره اللي فاتت. احنا كشباب مصر شايفين سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد لسفينة مصر في هذه الفترة. نعم. فترة من أصعب الفترات التي مرت على مصر على مختلف العصور. مصر دولة محورية، مصر دولة فعلا تقود العالم العربي وتقود العالم موقعها الجغرافي وموقعها الاستراتيجي. لو نرجع بالزمن قبل فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي هنشوف احنا مرينا بأصعب فترة في مصر. صحيح. فترة حكم جماعة فاشية. صحيح. أصعب من حكم تطار. صحيح. على مصر. عانينا فيها من مشاكل كتير جدا. عانينا في كل حاجة. سياسيا اقتصاديا عسكريا أيا كان. كل المشاكل فعلا عانينا فيها في هذه الفترة. صحيح. سيادة الرئيس قاد مصر وأخذ المبادرة يعني وروح الجسارة في هذه الفترة. بدأنا نشوف إن مصر ما حبش إن تتبني هذا الكيان يتبني صح. على اسس وعلى اسس علميه وعلى اسس اقتصاديه سليمه. صحيح. مصر النهارده اقتصاديا الترتيب العالمي لمصر واحنا ملاحظينه نشوف نمو اقتصادي نشوف فعلا سعر الدولار من فتره بقى كام والنهارده سعر الدولار بقى كام. صحيح. نشوف اكتر من الاهتمام بالصحه المواطن. مصر كانت الدوله رقم واحد في فيروس سي والمصابين بفيروس سي. النهارده بنقوم بحمله للقضاء على فيروس سي على مستوى مصر. هذه فعلا قياده حكيمه. وسرطان الثدي فيروس سي احنا مسكنا ملفات كملف الصحه. هنشوف فعلا التقدم اللي احدثناه في ملف الصحه. التامين الصحي ومشروع التامين الصحي الجديد والنجاح اللي التأمين احنا الصحي الشامل اللي بتم مناقشته خلال الفتره اللي فاتت يعني حصل بالفعل النجاح اللي حصل في بورسعيد وسوف يطبق على جميع محافظات مصر. كل المصريين النهارده كل المصريين من غني لفقير هيكون تحت غطاء وتحت مظله التامين الصحي الشامل. لو نشوف النهارده ملفك زي ملف الاقتصاد والطفرات اللي احدثتها مصر. ملف العلاقات الخارجيه النهارده مصر تقود القاره الافريقيه. صحيح. ملف العسكري النهارده مصر متميزه في هذا الملف. احنا كنا شايفين في زياره لدول الساحل الافريقي في خلال فتره فاتت وكان في تعاون مشترك بين القياده العسكريه المصريه وبين دول الساحل الافريقيه ودعم مصري عسكري للقضاء على التطرف في العمليات الارهابيه بجنوب افريقيا والصومال وخلافه خلال الاونه الاخيره، وده اللي يدل على تواجد قياده عسكريه تعي ما تمر بها مش منطقه الشرق الاوسط بس منطقه العربيه وافريقيا وده دلالة. نعم. نعم. فده دلالة على قوة ونجاح القادة العسكرية في ظل هذه الصراعات اللي موجودة خلال الأونة الأخيرة يعني. من برنامج قلب مصر. نعم. احنا فعلا مصر هي قلب العالم. نعم. مصر هي قلب الوطن العربي. صحيح. زي ما قلت حضرتك أكثر من ملف تدخل فيه سيادة الرئيس ونجح بجدارة وجسارة. صحيح. النهاردة لا يخفى ولا يعني رؤى العين مشروعات زي مشروعات الكهرباء، مشروعات الطرق، مشروع الامن والامان لحاسبين المصريين، زي ما قلت حضرتك ملف الصحه، كل هذه المشروعات وكل هذه الملفات وايضا ملف التعليم خلال الفتره اللي فاتت فيه تطور فيه جامد جدا. كل هذه الملفات احنا رايحين ناحيه مصر جديده، رايحين فعلا ناحيه المستقبل، رايحين ناحيه مصر ما نتمناه ان تكون مصر، ما نتمناه ان تكون مصر في الفتره القادمه. مصر الرياده، مصر الجديده، مصر المستقبل. مصر المستقبل. صحيح صحيح. أخش بقى معاك بقى عن الملفات الداخلية وحضرتك النهاردة أمين تنظيم حزب الحرية المصري وأحد الأقطاب الشبابية اللي لها ضوء باع كبير جدا في الوسط السياسي وده بشهادة الجميع خلال الأونة الأخيرة. كنت عايز أخذ رؤية حضرتك كيف ترى المشهد السياسي الداخلي في ظل دعم القيادة السياسية للأحزاب المصرية خلال الفترة اللي فاتت. لا يخفى على أحد فعلا الحياة السياسية في مصر النهاردة حصل لها نوع من التطور ونوع من التميز. نعم. عانينا فترة من الفترات من ويلات الحزب الواحد والحزب الحاكم. نعم. وهذا سببه ما عانيناه في الفترة اللي فاتت دي. ويلات الحزب الحاكم والحزب الأوحد. القيادة السياسية القيادة الحكيمة بدأت فعلا ملف الحياة السياسية يتفتح على مصرعي. نعم. الحياة السياسية النهاردة مفتوحة لكل من يرغب في ممارسة العمل التطوعي وما يرغب في السياسة. نعم. مصر النهاردة فيها أكثر من حزب. حزب فعال. مصر النهارده موجوده في كل الجوانب. مفيش حكر
الحياه السياسيه على حزب واحد بس، لا الباب مفتوح على مصر عادي. انا واحد زي ما حضرتك قلت انتمي لجيل الشباب او جيل الوسط. انا فعلا بتمنى هذه تكون مصر. انا اتمنى ذلك، اتمنى فعلا ان الملف السياسي يدار بهذه الطريقه. احنا شايفين الدوله المصريه الفتره اللي فاتت اتاحت فرصه للشباب جدا، بدليل في التعديلات الدستوريه احنا شايفين 25% للشباب و25% للمراه، وشايفين دايما في مؤتمرات السيد الرئيس، مؤتمرات الرئاسه الرئيس دايما بينادي بدعم الشباب بجانب الخبره، وشايفين انه دايما بينادي لازم الشباب يكون لهم دور قوي جدا خلال الفتره اللي فاتت، لازم يتواجدوا في الحياه السياسيه، لازم يتواجدوا كلهم دور قوي جدا في الحياه الحزبيه وخلافه. فده اللي يدل على دعم القياده السياسيه خاصه لجيل الشباب وجيل الوسط. أكد على كلام حضرتك، هو مش كلام وبس، ده قولا وفعلا. مؤتمرات السيد الرئيس في الفترة اللي فاتت 7 مؤتمرات، ده يعتبر إنجاز. رقم إنجاز صحيح. النهاردة ما نشوف قيادات شبابية تترأس هيئات، تترأس مناصب وتتبوء مناصب قوية جدا كنائب محافظ ومساعد محافظ، تنسيقية شباب الأحزاب، وتنسيقية شباب الأحزاب. هو ده فعلا، هو ليس إنجاز بل إعجاز لسيادة الرئيس في هذه الفترة. بنبعث رسالة شكر لسيادة الرئيس، شكرا يا سيادة الرئيس على وقوفك جنب شباب مصر وعلى ثقتك في شباب مصر. لم يكن أحد يتخيل في يوم من الأيام أن شباب سياسي يتبوأ مناصب قيادية وتنفيذية خلال الفترة اللي فاتت، وده يمكن أول مرة يحصل في عصر العصر الحديث. يعني احنا شفنا 5 شباب على قدر كبير جدا من الوعي السياسي تبوأوا مناصب قيادية، نائب محافظ نائب محافظ الدهلية ونائب محافظ الجيزة والفيوم وخلافه. فرؤية حضرتك النهاردة، ما انت تشوف النهاردة شباب يبلغ من العمر مثلا من 25 ل 40 سنة يتبوأ النهاردة مناصب قيادية، رؤيتك انت ايه كشاب النهاردة ما تشوف النهاردة القيادة السياسية بالدعم هؤلاء الشباب ولسه اللي جاي هيبقى فيه اكتر؟ ده دافع لكل الشباب. دافع لكل الشباب مصر فعلا، لكي يؤهلوا لكي يحصل تأهيل ثم تمكين. دي رسالة فعلا زي ما قلت لحضرتك، ده مش بالقول بس، ده قولا وفعلا. النهاردة ما اشوف احد الشباب نائب للمحافظ ومعاه ملفات ويدير ملفات من ملفات الصعبة والشائكة وينجح فيها. انا كواحد من شباب مصر فعلا لازم نقف جنب الشباب. صحيح. ولازم ندعم الشباب. وده الرسالة اللي بيقوم بيها حزب الحرية المصري. دعم للشباب. دعم للشباب وتأهيل وتمكين للشباب في كل المستويات، ليس سياسيا فقط. ما هو السؤال اللي هسألك، ما هي اهم مميزات حزب الحرية المصري؟ حزب الحرية المصري فعلا من الأحزاب الواعدة والصاعدة، وده اللي بيدي هذا الحزب طعم مختلف عن باقي الأحزاب. أنا هرجع لحضرتك، نأخذ رحلة من الزمن لمدة 1.5 سنة. اتفضل. حزب الحرية، احنا النهاردة في مصر زي ما حضرتك ذكرت 104 حزب على مستوى مصر. صحيح. حزب الحرية المصري من 1.5 سنة بدأ إعادة هيكلة حزب الحرية بقياداته. بدأ يحصل تطعيم للحزب وقيادات الحزب بكفاءات شابة وكفاءات من جيل الوسط ومن شيوخ السياسيين، وده من أهم مميزات حزب الحرية المصري. كل المراحل العمرية شيوخ السياسيين في مصر وجيل الوسط وقيادات جيل الوسط وقيادات الشابة ومن فيهم جزء أو هذه القيادات اللي احنا شايفين انهم في يوم من الايام هيكونوا قيادات كفؤة وقيادات فعلا ممكن يقودوا المناصب اللي هم او يقودوا البلد وفي المناصب السياسية. صحيح. دي من اهم الاشياء. ناخد برضو حضرتك في جزء تاني. اتفضل. ما يميز حزب الحرية المصري. حزب الحرية المصري هو أسرة. ليس كيان. انا دايما لما بتعامل مع القيادات وبتعامل مع حضرتك وبتعامل مع القيادات كلها بحس ان روح الاسره، روح الجماعه، مفيش انا الامين العام، مفيش امين التنظيم، كلنا اسره مع بعضينا. تحيه دايما سياده الدكتور صلاح حسب الله في كل حواراته يقول حزب الحرية المصري شركه. صحيح. شركه مساهمه، كل واحد ليه سهم في هذه الشركه. لو نجحت هذه الشركه كلنا هننجح. صحيح. ولو لا قدر الله كتب لها الفشل كلنا هنفشل. عشان كده كل واحد ليه دور، وكل واحد دوره مهم جدا، يعتبر كرئيس الحزب. كل واحد النهارده دوره في موقعه مهم جدا ان هو يقدم فيه. وده اللي بيخلي هذا الكيان باذن الله كيان ناجح. انا هستاذنك بقى، معالي النائب احمد مهنا الامين العام لحزب الحرية المصري، اهلا بك معالي النائب. مساء الخير. مساء الفل عليك يا باشا. صباح الخير. صباح الخير يا باشا. يا باشا طمنا على حضرتك، شفاك الله وعافاك والف حمد لله على سلامتك. الحمد لله بخير يا حبيبي. الحمد لله كله تمام. الحمد لله. طمنا على سيادتك يا باشا، اخبار حضرتك ايه دلوقتي وصحه حضرتك ايه؟ ربنا يعزك احسن الحمد لله يا اخويا. يا رب دايما يا باشا، والف حمد لله على سلامتك وشفاك الله وعافاك، وان شاء الله ترجع سالم غانم يا باشا. متشكرين ليكم.
احمد بيه. صباح الخير يا معالي الامين. مساء الخير يا دكتور، ازي حضرتك؟ الحمد لله، ازي سعد حضرتك؟ الله يخليك يا دكتور، منور. نورك يا دكتور. ما ينفعش يكون معانا الامين العام لحزب الحريه المصري وما نسالوش عن ما هي اهم المستجدات الخاصه بحزب الحريه المصري لتاهيل الكوادر الشبابيه لخوض الاستحقاقات النيابيه القادمه مع النائب. والله كده يا مصطفى، احنا يمكن موضوع الكوادر الشبابيه ده احنا يمكن بداناه بدري شويه. نعم. احنا يمكن بداناه من شهر رمضان السابق، يمكن كانت الناس في شهر رمضان و فترة شهر رمضان ودورات كورة واحنا كان عندنا دورة، انما في نفس الوقت بدأنا من هذا التوقيت بالضبط كده اول مؤتمر شبابي كانت عمل وكنا عملناه في القاهرة لتأهيل الكوادر الشبابية، وكنا اخذنا قرار فيه ان احنا بناخد في كل محافظة 100 شاب يبقى كادر فعلي متواجد على على الارض لقيادة الحياة السياسية والحياة العامة. نعم. يعني احنا يمكن اقصد بالحياة العامة اللي هو العمل العام، يمكن الموضوع مش سياسي فقط، انما احنا بنأهل كوادر لان كل الكوادر اللي تأهل مش هتبقى موجوده في العمل السياسي فقط، ممكن يبقى موجود كعمل سياسي، موجود كعمل عام في مجالس اداره انديه، في مراكز الشباب، في جمعيات خيريه، في حاجات زي كده. احنا بنأهل شاب للحياه العامه والحياه العمليه والجو العام المحيط، لان انت النهارده محتاج في مصر انك تثقف الشاب وتعلمه وتأهله ان هو في اي لحظه وفي اي وقت ممكن يتبوأ مكان او قياده اي مكان يقدر يقوده فعلا بحكمه ويعتمد عليه في هذا المكان. هل بالفعل معالي النائب اللي تم استقطاب بعض الشباب بالفعل خلال الاونه الاخيره لتاهيلهم لخوض الانتخابات مجلس الشورى او المحليات القادمه او مجلس النواب يا فندم؟ فاحنا يمكن بعد المؤتمر اللي قلت لحضرتك عليه ده واخذنا القرار بتاهيل 100 شاب في كل محافظه. نعم. احنا رجعنا برضه ثاني زودنا العدد، اصبح 200 شاب، لان احنا بنشتغل برضه على في المحتمل في الانتخابات القادمه هو الاغلبيه هتميل للقايمه، قايمه يمكن 50 75 حسب ما يكون عليها في النهايه او ايا ما كانت اللي هتطلع، فانت بالتالي تحتاج دائما وابدا العدد بتاعك مضاعف لان القايمه والاحتياطي بتاعك. فابتدينا نزود فعلا العدد، ويمكن احنا برضه كنا كان في اجتماع للمكتب السياسي الاسبوع الماضي في القاهره، وبرضه كان في موافقه على عمل اربع مؤتمرات او اربع لقاءات شبابيه لتأهيل الشباب. نعم. باسم حزب الحريه، هتبدا ان شاء الله يوم 7 في الاسكندريه. نعم. هتبقى يوم 19 ان شاء الله 3 في سوهاج، هتبقى تقريبا على ما اعتقد يعني 10 4 في الاليوبيه وفي الدقهليه، وهتختتم بلقاء موسع هتحضروا بعض القيادات التنفيذية المنوط بها العمل الشبابي على مستوى مصر، إن شاء الله هيبقى في القاهرة في بعدد كبير جدا هيكون موجود في القاهرة. ده يمكن الخطوات دي اللي احنا بناخدها برضه، دي كلها إعداد للشباب وتأهيل الشباب من أجل مش من أجل الانتخابات فقط، لا ده من أجل الانتخابات ومن أجل الحزب كوادر للحزب ومن أجل مصر أولا وأخيرا، إنه يكون في قيادات شبابية يعتمد عليها في ما هو قادم إن شاء الله. نعم. هل يطمح حزب الحرية في الحصد على الأغلبية خلال البرلمان القادم أحمد بيه؟ ما فيش حزب في مصر إلا ويرتب لهذا الكلام. نعم. ما فيش حزب في مصر إلا وهو يطمع أن يتبوأ المقعد الأول أو يتبوأ أو يحصل على أغلب الكراسي والأغلبية والكلام ده كله، لأن دائما وأبدا الهدف من إنشاء أي حزب هو الحكم أو المشاركة في الحكم على الأقل، إنما إحنا بنطمع طبعا إن إحنا نكون موجودين مؤهلين لكده، إن شاء الله مؤهلين لكده، عندنا استعداد بنستعد قدر المستطاع وكل ما يتوفر لدينا من امكانيات ومن كوادر ومن اليات ان احنا نقدر ناخد بها خطوات جاده فعلا في هذا الاتجاه خلال الفتره القادمه. بالفعل. انما اغلبيه مطلقه في مصر، اعتقد هذه الاغلبيه المطلقه في مصر لن تعود مره اخرى. وانا مسؤول عن حزبي. معالي النائب، طبعا الحديث مع حضرتك شيق جدا، وان شاء الله خلال الفتره القادمه احنا شايفين حزب الحريه المصري في انتشار واسع جدا، عديته اكثر من حوالي 510 مقر النهارده على مستوى الجمهوريه، وده يدل على نجاح الحزب خلال فتره قصيره جدا، واحنا شايفين في حراك سياسي وحراك حزبي، وده باعتراف كل من يتابع المشهد السياسي ان حزب الحريه قادم بقوه خلال الاونه الاخيره. معالي النائب، انا متشكر لحضرتك وان شاء الله نراك بكل خير، والف حمد لله على سلامتك يا معالي النائب. تحياتي ليك وتحياتي لضيفك العزيز الدكتور احمد. تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك. دكتور احمد، اخد من كلام سياده الامين العام، احنا سالته هل من ضمن اطماع او
مكتسبات حزب الحرية الاستحواذ على الأغلبية في البرلمان القادم. فعايز هو اتكلم معايا عن دور الشباب والميت شاب تم تأهيلهم، واحنا شايفين النهاردة برضو دور المرأة داخل الحزب في كل محافظة تم تأهيلهم لخوض الاستحقاقات النيابية القادمة، وده بيدل على في تواجد في المشهد السياسي، في حاجة جديدة موجودة النهاردة والشارع لمسها بالفعل. يعني بالمقابل ان في النهاردة يعني حزب الحرية المصري بيعمل ذلك، بالمقابل ان في ما يقرب من 104 حزبا احزاب كرتونيه لم يسمع عنها احد الا من رحم ربي، فده ان دل يدل على نجاح حزب الحريه تمام. وبعض الاحزاب الاخرى، لان دايما اسئله كتير جدا بيسالها لي الشارع المصري ما بقعد اتكلم معاهم، لك احنا بنسمع عن 104 حزب ما نعرفش عنهم اي حاجه، احنا ممكن نسمع عن حزب مستقبل الوطن، نسمع عن حزب الحريه، نسمع عن حزب المؤتمر، المصريين الاحرار وخلافه، اللي مثلا كان في احزاب لها هيئه برلمانيه. هل انت مع تقليص الاحزاب او مع اندماج بعض الاحزاب لخوض الانتخابات النيابيه القادمه؟ والله يا استاذ مصطفى، انا رؤيتي ان المشهد في الفتره القادمه سوف يؤدي اجلا او عاجلا الى انتهاء بعض الاحزاب. في بعض الاحزاب زي ما حضرتك قلت احزاب كرتونيه ما لهاش اي دور في الشارع. صحيح. اخذ من كلمه حضرتك، احنا تعدينا النهارده 500 مقر او وصلنا ل 510 مقر. ده هو فعلا الرقم الفعلي. دي بيدينا انطباعين. اول حاجه رساله جغرافيه بانشار الحزب على مستوى مصر في 27 محافظه على مستوى مصر. كويس. تاني حاجه بيدينا رساله ان ال 510 مقر هي تعتبر مكاتب خدمات للمواطنين داخل كل محافظه. صحيح. حزب الحريه المصري 510 مقر انتشاره ليس في 27 محافظه وبس، بل احنا في بعض المحافظات وصلنا للقرى وللنجوع، وهي ده ما يتميز به حزب الحريه المصري. النهارده وصلنا للشارع، وصلنا للراجل المصري الفلاح المصري اللي فعلا محتاج حد يسمع شكواه. بتقدموا ايه للمواطن المصري احمد بيه؟ خدماتنا كتير جدا. هي مصلحه مشتركه او علاقه مشتركه بيننا وبين الشارع المصري. اول حاجه انا هدي لحضرتك بعض الامثله. ما يقدمه حزب الحرية المصري. ندوات توعويه بفيروس كورونا. كويس. وده كان مهم جدا قبل دخول المدارس لاولياء الامور وللطلبه. وتهدئه للاشاعات اللي هاجمت مصر في الفتره اللي فاتت. بعض الدورات التوعويه لترشيد المياه. وكلنا نعلم حرب المياه التي يعني اللي داخله فيها مصر، وهي دي الحرب القادمه، حرب المياه. صحيح. ونقطه المياه. صحيح. البدايه كانت احنا شايفين دور القاده السياسيه فيها خاصه في الاونه الاخيره على موضوع صد النهضه. احنا النهارده حمله توعيه، قمنا بحمله توعيه من حزب الحرية المصري لترشيد استهلاك المياه. حملات كتير جدا، مثلا حمله توعيه زي ما قلت لحضرتك ضد فيروس كورونا، حمله توعيه ثقافيه وصحيه. من الحملات برضو حمله توعيه اقتصاديه. حمله توعيه اقتصاديه للتجار واصحاب المشاريع الصغيره والمتوسطه. يعني انتوا تواصلتوا مع التجار واصحاب المشاريع الصغيره وقدرتوا تقدموا لهم سمعنا ايه مشاكلهم؟ وبدانا نتواصل لبعض حلول لهذه المشاكل ونرفعها للقياده السياسيه بالمشكله، بطرح الحل او رؤيه حل حزب الحريه المصري. اصحاب المعاشات، وكان لنا دور مهم جدا، النائب محمد وهب الله نائب رئيس الحزب، والقانون اللي قدمه لاصحاب المعاشات والمتنفس فعلا اللي حس بيه اصحاب المعاشات باذن الله في تنفيذ هذا القانون. اكثر من حمله توعويه. احنا عملنا ندوات كتير في محافظات مصر المختلفه، جبنا اكثر من 10 محافظات او 13 محافظه توعيه ضد التعصب الكروي وما تمر به مصر حاليا ضد التعصب الكروي. احنا كنا الحزب المتميز في هذه النقطه. مفيش حزب في مصر النهارده قدر، او مفيش حزب في مصر النهارده. التعصب الكروي خلال الفتره اللي فاتت ده مش تعصب كروي، ده تعصب كروي وتعصب انساني. احنا وصلت الكوره النهارده ممكن تلاقي اثنين اصدقاء ممكن يختلفوا مع بعض بسبب الكوره. بسبب الكوره. ده حقيقه. احنا قمنا بندوات توعويه للشباب بهذه الفكره. وده اللي بيميز حزب الحريه المصري كحزب مصري من الشارع المصري عن بقيه ال 104 حزب. نحن ليس في منافسه مع اي حد. الشارع المصري شارع مفتوح، والسياسه والشارع السياسي مفتوح. كل واحد يقدم او يقدم افضل ما عنده للمواطن، والمواطن له حق الاختيار، له حق الاختيار مين بيمثله ومين صوته فعلا، ومين اللي جاي من قلبه وبيسمع صوته وبينفذ له. هل تعتقد ان المشهد السياسي خلال الاونة القادمة هيكون في تغيرات خاصة بعنصر الخبرة او بتواجد رأس المال السياسي مرة اخرى؟ احنا بنسعى كحزب سياسي ان احنا نقلل هذه الفكرة لدى المواطن. المواطن النهاردة بمعنى يعني تقلل يعني ايه؟ النهاردة المواطن ما يهموش المال السياسي قد ما يهمه من يقدم الخدمة. احنا بدأنا زي ما قلت لحضرتك، بدأنا من اكتر من سنة ونص بالتواجد في الشارع. ومردوده موجود. النهارده لما نخش في منافسه مع راس المال السياسي اللي جاي زي الباراشوت باذن الله
احنا هنكسب. اللي موجود مع المواطن من فتره واللي بيسمع المواطن ويسمع شكواه هو ده اللي هينجح وهو ده اللي هيكمل. النهارده المواطن المصري بقى عنده درايه ووعي، ما بيبيعش صوته، لا النهارده بيقول مين اللي اداني، مين اللي كان معايا، مين اللي سمع شكوايا، مين اللي قدم خدمات. على اكتر على مستوى محافظات مصر جميعا خدماتنا كحزب الحرية المصري متواجده، مكاتب الخدمات ال 510 مكتب خدمه متواجد ومفتوح على مدار الاسبوع. هقول لحضرتك على حاجه في نقطه المال السياسي. خلال الفتره اللي فاتت كلنا نتردد، هي مش معلومه مؤكده وكل ده بيتردد، ان الانتخابات القادمه سواء مجلس شورى سواء مجلس نواب سواء محليات، ان بيتكلموا النهارده ان طبعا القوانين لسه ما انتهتش، قانون تقسيم الدوائر ما انتهاش، لسه قانون المحليه ما انتهاش، لسه قانون مجلس النواب ما انتهاش، وكلام يتردد كتير جدا. الانتخابات القادمه ممكن تبقى 75% قايمه و25% فردي، وكلام اخر يقول لك لا ده هتبقى 25% قايمه و75% فردي، وكلام اخر يقول لك هتبقى 50-50. حضرتك انت من رؤيتك النهارده اللي انت النهارده شايف المواطن المصري في حاله توعيه جدا ضد المال السياسي، هل انت كرجل تنظيمي في احد الاحزاب القويه جدا، رؤيتك انت شايف ايهما افضل، نظام القائمه ام نظام الفردي؟ هو راي الحزب ومجتمعنا عليه طبعا هو نظام القائمه افضل. نعم. بيدي مساحه لحريه الاحزاب وبيدي مساحه للحركه الحزبيه، وده المهم. نظام القائمه هيقلص فكره المال السياسي. نظام القائمه هيدي مجال اوسع للاحزاب للعمل، وبيدي فرصه للاحزاب انها تستمر وانها تنتشر. وفي نفس الوقت برضه هو بياكد ان الحزب الفعال واللي موجود في الشارع هو الحزب اللي هيكمل وهو الحزب اللي هيتواجد. احنا عندنا النهارده مش على الكرسي قد ما عندنا على المواطن المصري، والمواطن له حق الاختيار في الاخر. نحن لسنا اوصياء على الشعب، بل هو الشعب صاحب الاختيار الاول والاخير. هل تعتقد ان خلال الفتره القادمه في ظل هذه الاستحقاقات النيابيه هيكون للمراه دور قوي جدا، خاصه هيبقى لها نسبه 25% طبقا للدستور؟ الفتره القادمه والفتره السابقه لا، احنا شفنا المراه المصريه وعظيمات مصر هم اللي فعلا اللي كانوا واقفين من ثوره يناير ل 33/6. المراه المصريه نصف المجتمع وتحمي النصف الاخر. الام والزوجه والبنت هم فعلا ده امل مصر. وده الناس سيدات مصر، رسالة شكر لسيدات مصر. من وجدناهم في صفوف الانتخابات قدمت مسار رائع جدا في دعم الدولة، الدولة المصرية ودعم مؤسسة الرئاسة في كل الاستحقاقات المرأة المصرية موجودة. خوفا على أسرتها صحيح. وخوفا على مصر. هي الست المصرية شافت وطنها بيضيع، ابنها يضيع صحيح. عشان كده هي واقفة جنب وطنها صحيح، واقفة جنب ولادها، واقفة جنب أسرتها. الست المصرية الست العظيمة من أيام الفراعنة، هي فعلا الست العظيمة. هو ده اقل واجب قدمه الشعب المصري نسبه 25%. احنا متوقعين الفتره الجايه تقود المراه العمل السياسي. هي بالفعل بتقود النهارده في ما يقرب كان 7 وزارات وزراء من عنصر المراه، وشايفين كان محافظ دمياط مراه، وخلال التشكيلات تشكيل الوزاره القادم سامعين اللي في بعض الوزراء ومعالي الوزيره غاده والي فعلا خير سفير لمصر طبعا في هذا المحفل طبعًا الدولي طبعًا. سيدات مصر عظيمات مصر، سيدات مصر فعلا احنا من كلهم كل حب وكل تقدير، ونرفع لهم القبعة بما قدموه وما سوف يقدموه. عايز اعرف من حضرتك دور المرأة داخل حزب الحرية المصري. احنا عندنا دور المرأة أمانة متميزة جدا. زي ما قلت لحضرتك حملات توعية للسيدات في القرى، طرق الابواب للتوعيه لفيروس كورونا على مستوى الجمهوريه على مستوى الجمهوريه، حملات توعيه في الصعيد مصر، حملات توعيه في دلتا، طرق الابواب للتوعيه، حملات للمدارس لتوعيه استخدام الامثل للموارد الاقتصاديه والموارد المنزليه، المشغولات اليدويه والمشغولات الجلديه. كان في مؤتمر او في ورشه عمل في محافظه الاسكندريه لاستغلال الشغل الجلدي وكيف تصنعه المراه في البيت او في ورشه صغيره. تاهيل المراه اقتصاديا، تأهيل المرأة سياسيا في كل محافظات مصر. لم نقتصر على محافظة واحدة بل 27 محافظة. أمانة المرأة في خلال متابعة الشأن السياسي والحزبي لها دور قوي جدا في لها دور قوي جدا بالفعل. المرأة فعلا دور فعال وقوي في جميع الفترة في جميع المحافظ. ده بقى من ضمن مميزات حزب الحرية المصري. حزب الحرية المصري فعلا أسرة، وده دي أقوى ميزة لحزب الحرية المصري.
هل دكتور احمد حزب الحريه المصري قدم بعض المشروعات لنهضه الدوله المصريه خلال الفتره اللي فاتت؟ اكثر من خطه او مقترح بمشروع. قانون المحليات قدمه معالي النائب محمد عطيه الفيومي. قانون زي ما قلت لحضرتك قانون المعاشات. المناقشه القويه العظيمه بين الدكتور محمد عطيه الفيومي وزير التجاره. فعلا لسان حال اكثر آلاف 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 من تجار مصر. لسان حالهم فعلا وشكواهم. الدكتور صلاح عصب الله قدم أكثر من مشروع لقانون. الخدمات المقدمة من نوابنا لمحافظات مصر، ليس المحافظة اللي هو يتواجد فيها، لا بل معظم أو غالبية محافظات مصر. وهو ده فعلا بمية حزب الحرار المصري. النهاردة نائب حزب الحرار المصري هو نائب للشعب، صحيح، نائب لمصر، نائب للوطن، ليس مقتصرا على دائرته بس. وده اللي بيدي حزب الحرية المصري القوة. ده بيدي حزب الحرية المصري فعلا. إن زي ما قلت حضرتك إحنا كأسرة، رب الأسرة الدكتور محمد الدكتور صلاح عصب الله راعي لهذه الأسرة. صحيح. المكتب السياسي فعلا مطعم بشباب ومطعم بجيل الوسط، وده اللي بيدي طبع. انا اكتر وقوة. حزب بشهد ليه بصراحه بتواجد الاسره بداخله، وانا تربطني علاقه طيبه جدا بكافه قيادات الحزب، ومعظم اصدقائي سواء في المركزيه او في محافظه الغربيه انضموا لحزب الحريه المصري، على راسهم طبعا الصديق العزيز محاسب شريف انور، وايضا شريف طبعا عامل شغل كويس جدا، وايضا صديق العزيز رجل الاعمال احمد فسيخ، وايضا طبعا ده خالي وفي مكانه كبيره جدا بالنسبه لي النائب حافظ المراسي امين مركز مدينه بسيون، وغيرهم من الاصدقاء خلال الفتره اللي فاتت انضموا لحزب الحرير المصري، لدرجه ان بعض الاوقات بقول ان اصدقائي كلهم دخلوا المشهد السياسي باوسع ابوابه، فاصبح النهارده من اللي معايا يا جماعه مش مضموم لحزب، واصبح كل النهارده بيقول لنا احنا كلنا في حزب الحرير المصري، فده يدل على نجاح حزب الحرير المصري الفتره اللي فاتت. اخد مثال من اللي حضرتك ذكرته، محافظه الغربيه يقودها شاب. محافظة المنوفية المستشار محمد عبد الباري شاب. صحيح. محافظة الفيوم الأستاذ محمد فؤاد شاب. الإسماعيلية المهندس أحمد نصر الله شاب. المنيا الأستاذ أو الدكتور نور أبو حتة شاب. قول لي حضرتك حزب في مصر النهاردة أكتر من 7 شباب يقودوا محافظات. مفيش. منصب أمين التنظيم وأتشرف به فعلا جيل الوسط. قول لي النهاردة حزب في مصر في هذه، قول النهاردة العلاقة الطيبة بين جميع المكتب السياسي النهاردة. صحيح. والأخوة بين المكتب السياسي. لو نرجع بالمشهد لحظة وفاة الشهيد حسن ناجي الله يرحمه، أنا فعلا لقيت أن الأسرة كلها واقفة. الأسرة كلها واقفة. فعلا هذا المشهد أثبت لي أن حزب الحرار المصري أسرة واحدة، كلنا بنخاف على بعض وكلنا بنحب بعض. سؤال بيتردد في الشارع وأنا يمكن اتكلمت فيه معاك قبل الهوا، حزب الحرية المصري تم إنشاء أو تدشينه خلال الآونة الأخيرة من أجل منافسة حزب مستقبل الوطن، رؤية حضرتك إيه على الكلام ده؟ لا طبعا، هو حزب الحرية المصري من 2011 متواجد. زي ما قلت حضرتك من سنة ونص بدأ إعادة هيكلة بفكر قيادات الحزب. هم بيتكلموا خلال الآونة الأخيرة، شايفين انتشار كبير جدا. احنا زي ما قلنا احنا ليس في منافسة، لسنا في منافسة مع أي حزب في مصر، 510 مقر خلال الفترة اللي فاتت، فهم شايفين ما نقول لحضرتك احنا لسنا في منافسة مع أي حزب في مصر. احنا ايدينا ممدودة لأي حزب في مصر عشان خاطر المواطن المصري. أي حزب في مصر محتاج حزب الحرية يدعمه أو يكون معاه، نحن نمد يد العون لأي حزب في مصر. هذا الشغل وهذه الحركة الحزبية دايما احنا عنا ليست المنافسه، احنا عنا المواطن المصري. احنا مش عنا اي حد جنبينا، لا احنا عنا قدامنا. المواطن المصري ايه اللي هيكون مردود على المواطن المصري؟ اكتر من حمله قمنا بيها لصالح المواطن المصري. زي ما قلت لحضرتك النهارده المنافسه والمنافسه طبعا في اي عمل المنافسه مطلوبه لصالح المستفيد او لصالح المواطن، هو ده اللي احنا بنهتم بيه. متى نجد حزبا يشكل الحكومه يا احمد بيه؟ احنا في طريقنا باذن الله، الحياة السياسية في مصر في طريقها كده. بمعنى هذا التنوع وهذا التنوع في الاحزاب، زي ما قلت لحضرتك احنا خرجنا من ويلات حزب واحد. صحيح. النهارده لقينا اكتر من حزب موجود. الشارع السياسي مفتوح. القياده السياسيه سامحه لكده. مفيش حكر الحزب واحد. جميع الاجهزه بتمد يد العوم، وده اللي احنا بنتمناه، ان جميع الاجهزه وجميع القيادات تكون على قدم المساواه من كل الاحزاب في مصر. الاحزاب في مصر النهارده محتاجه دعم، ليس دعم مالي بل دعم لوجستي. محتاج النهارده اروح لمكتب المسؤول يقابلني ك
كحزب الحرية المصري يقابلني كحزب. على الرغم من الدولة المصرية مدعمة الأحزاب بقوة والسيد الرئيس شخصيا يعني طالب مرارا وتكرارا بدعم الأحزاب. محتاجين نترجم هذا فعليا. احنا محتاجين الفترة الجاية نترجم هذا فعليا ودي رسالة أنا بوجهها للقيادات والمسؤولين. محتاجين الأبواب اللي تكون مفتوحة النهاردة لجميع الأحزاب في مصر. كل أحزاب النهاردة مصلحتها وهدفها خدمة المواطن. وده اللي احنا محتاجينه. محتاجين اي مسؤول اي محافظ اي وزير يكون بابه مفتوح لكل الاحزاب المصريه وليس حكرا على حزب واحد. دكتور احمد هل تؤيد ان يكون للسيد الرئيس حزب داعم لي؟ السيد الرئيس اتى باراده مصريه بجموع الشعب. السيد الرئيس ليس محتاج حزب داعم لي بل الشعب المصري داعم لي. وهو ده نجاح السيد الرئيس. السيد الرئيس اب لكل المصريين. وحاكم لكل المصريين. وقياده لكل المصريين. سيادة الرئيس مش محتاج حزب. من يدعو أنه حزب الرئيس لا. كل الأحزاب هي أحزاب مصرية. كل الأحزاب على قدم واحد. سيادة الرئيس على قدم واحد من أو على مسافة واحدة من كل الأحزاب المصرية. نجاح سيادة الرئيس أنه هو رئيس لكل المصريين ورئيس لكل صحيح. مصر. صحيح صحيح. الفترة اللي فاتت احنا شايفين يعني ناس كتير جدا بتتكلم عودة بعض الوجوه السابقة من قيادات الحزب الوطني المشهد السياسي، كيف ترى عودة بعض الوجوه من الحزب الوطني المنحل للمشهد السياسي خلال الأونة الأخيرة؟ أنا ما اختلفتش مع حضرتك أن فعلا في بعض القيادات رجعت تاني للحياة السياسية. طب نسأل هل الحياة السياسية تحتاج لهذه القيادات؟ نعم فعلا تحتاج لهذه القيادات. عامل الخبرة وعامل الكفاءة والأمانة مهمة جدا. عودة بعض القيادات صحاب الخبرة والأمانة ومن كان له باع طويل في الحياة السياسية وباع شعبي وشعبوي في الشارع المصري مرحبا به. وفي الآخر هو الشارع هو الحكم. الحزب الوطني ليس حزبا فاسدا بجميع أطرافه بل كان حزب فعلا موجود وكان في بعض له ما له عليه ما عليه. ما ينفعش نحكم عليه على الحزب الوطني بالفشل او نحكم عليه بالفساد ككل. احنا بنرحب بوجود قيادات الحزب الوطني. حزب الحريه في بعض القيادات المشهود لها بالكفاءه. فعلا ومشهود لها بالقياده. احنا نفخر بهذه القيادات الموجوده معنا. هذه القيادات هي واحده من اركان ومن اعمده حزب الحريه المصري. بجانب الشباب بجانب زي ما قلت لحضرتك هذه التطعيمات. ما ينفعش ان نحكر على واحد ونقول له لا اقعد. ما دام في مجال ان هو يقدم لمصر مصر موجوده ادي لمصر. كرجل سياسه طبعا احنا شايفين احنا خلاص اوشكنا على انتهاء البرلمان الحالي خلال الشهور القادمه. عايز اخد رأي حضرتك تقييمك لاداء البرلمان المصري الحالي خلال السنوات السابقه. بصراحة من أحسن البرلمانات اللي عدت على تاريخ الحياة السياسية في مصر. برلمان جه في ظروف صعبة جدا. إدى وقدم قوانين كانت تحتاجها الدولة المصرية. قانون كانت بتمر بظروف صعبة جدا وقدرت قوانين تقدر تساعد في نهضة هقول لحضرتك نبذة قانون الاستثمار. مصر فعلا محتاجة قانون استثمار. أي مستثمر أجنبي النهاردة جاي من بره أو أي مستثمر محلي مش هيقدر يدخل الاستثمار اذا ما يكون في بيئه واضحه وظهر الاستثمار. خروج قانون الاستثمار مهم جدا. وده قام به هذا البرلمان. قانون التامين الصحي الشامل قام به هذا البرلمان. قوانين عده قام به هذا البرلمان. فعلا برلمان اتى في ظروف صعبه. مردود هذه القوانين مش هيظهر حاليا. مش هيظهر دلوقتي مش في ساعتها بس هيظهر مع الوقت. مع الوقت. احنا محتاجين وقت. احنا محتاجين فعلا نصبر ومحتاجين نشتغل. محتاجين نبدأ نشتغل ونبدأ نحرك عجلة الإنتاج. هو ده اللي احنا محتاجينه. الشعب الشعبي يذكر برضو احنا اتكلمنا على البرلمان وده حضرتك انت قلت ده أنجح برلمان في تاريخ مصر الحديث. تقييمك لأداء الدكتور علي عبد العالي؟ أرفع له قبعة. راجل فعلا أدار هذا البرلمان بكفاءة وفعالية. أدار جموع مختلفة من النواب. قدر فعلا يعدي البرلمان ويقود سفينة البرلمان بكفاءة وفعالية. دكتور عبد العال شخصية محترمة شخصية قانونية. رغم من النواشات اللي كانت موجودة داخل البرلمان بس كان في إدارة حاسمة داخل إدارة البرلمان. حاسمة فعالة. إحنا عشان نعرف الإدارة القوية الإنتاج. هذا هو إنتاج هذا البرلمان. كمية القوانين واللي إحنا شفناها. لولا هذه الإدارة القوية من الدكتور علي عبد العال ما كانش لقينا القوانين دي. صحيح. في الآخر. ورؤيتك لإدارة ائتلاف دعم مصر داخل البرلمان؟
في بعض الأوقات أداروا المشهد السياسي بصورة قوية وبصورة حسنة. حكم نتركه بقى للنواب، هم فعلا أكثر مني قدرة على الحكم على هذه الفترة. الفترة اللي فاتت كنا احنا شايفين طبعا ائتلاف اللي يذكر على نفسه ائتلاف المعارض داخل البرلمان، ائتلاف 25-30. ورؤية حضرتك أنت الائتلاف 25-30 داخل البرلمان؟ المعارضة مش بالصوت العالي، المعارضة لا، ان انا لازم اسمع صوت الشعب. بمعنى الصوت العالي؟ الصوت العالي المعارضة، الغرض المعارضة لن تنتج شيء. المعارضة اساسها التصويت. تقصد لن تنتج شيء، تقصد غرضها الشو؟ الشو الاعلامي. هدف المعارضة هو تسويب الحكومة ونوجه الحكومة للصح. ماذا قدمت المعارضة في الفترة اللي فاتت؟ ماذا قدمت لمصر؟ لم تقدم اي شيء. هو ده عارض لهدف المعارضة لاجل المعارضة. فشل. طب ما احنا ممكن نسأل سؤال تاني، المعارضة دخل البرلمان قدمت ايه للبرلمان؟ انا بقول لحضرتك قدمت ايه لمصر؟ ما قدمتش حاجة لمصر. قدمت ايه للمواطن المصري؟ ما قدمتش حاجة لمصر. الصوت العالي مش احنا مش محتاجين صوت عالي. احنا محتاجين انتاج. انا قلت لحضرتك مشاريع قانون قام بيها حزب الحرية المصري. هو ده. المناقشة بين الدكتور محمد عطاء الفيومي وزير التجارة مناقشة ممكن نعتبرها معارضة. لمصلحة المواطن المصري. لمصلحة أكثر من مليون تاجر. ماذا قدمت المعارضة؟ لم تقدم شيء. دكتور أحمد، يعني حضرتك أنت كرجل سياسي وراجل دكتور ولك باع كبير جدا، ما هي أهم الملفات اللي بتطالب الدولة المصرية في حلها في أسرع وقت ممكن؟ الاستثمار في ملف الصحة، ملف التعليم، الاستثمار، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هي دي من أهم الملفات المطالب بها الدولة المصرية في الفترة القادمة. ملف الشباب، الاستمرار في ملف الشباب، ودعم القيادات الشابة وتأهيل القيادات الشابة. الملف الحزب والسياسي بوجه عام. والاهتمام، يعني احنا بدأنا، الدولة المصرية بدأت، احنا محتاجين نكمل ونكمل بخطى أسرع من كده. الفترة اللي فاتت كنت بتكلم مع أحد النواب برضو وكان بيتكلم معايا اللي احنا داعمين للدولة المصرية في القضاء على بعض الملفات الفساد خلال الفترة السابقة. كيف يمكن مواجهة ملفات الفساد ودعم الدولة المصرية دكتور أحمد من رؤية حضرتك أنت؟ أهم نقطة هي الشفافية. لازم في مبدأ نطرح مبدأ الشفافية في جميع المؤسسات. مبدأ الرأي والرأي الآخر. لازم في ملفات ولازم في خطة واسعة. وده المهم جدا في الفترة اللي جاية. الإسراع في القضاء على الفساد. إعمام مبدأ الشفافية في جميع المؤسسات المصرية. التحول الرقمي والتحول الإلكتروني. كل ده هيقلل لنا حجم الفساد اللي احنا كنا بنعاني في الفترة اللي فاتت. دكتور أحمد، سؤال بيتسأل الفترة الحالية وإحنا داخلين على استحقاقات نيابية، بيقولك إحنا خايفين عودة الإخوان داخل المشهد السياسي القادم، بمعنى ترشحهم في المحليات في النقابات وخلافه. هل تعتقد أن هؤلاء ممكن يعودوا المشهد السياسي مرة أخرى؟ قولا واحدا انتهت. قولا واحدا هذه الجماعة الإرهابية ماتت. ماتت إكلينيكيا وماتت لدى الشعب. حصل كره بين الشعب المصري. الشعب المصري شعب دي يعني شعب محب لوطنه. ما تخيلش أبدا أن في أي قيادة من هذه الجماعة سوف تأتي مرة أخرى لمصر. هذه القيادات احنا بنشوفها النهاردة على شاشات قطر وشاشات تركيا. صحيح. هي فين النهاردة في الشارع المصري؟ مفيش موجود. هذا تخوف أنا شايف أنه لا مش موجود. احنا كنا شايفين الفترة اللي فاتت عاملين فيلم مفبرك ضد الجيش المصري، وكنا شايفين ان هو دايما بينددوا وبيتكلموا على استمرار للأسف الشديد الطغاة ودعمهم. على سبيل المثال شايفين قطر وتركيا ودعم الملفات الإرهابية خلال الفترة اللي فاتت. عايز اخد رؤية حضرتك النهاردة، احنا شايفين القادة السياسية في ظل هذه المقامات والحروب النهاردة، وده يدل عن وتواجد ووعي القيادة السياسية لمواجهة هذه العمليات الإرهابية وهذه الدول اللي بتدعم التنظيمات الإرهابية خلال الفترة اللي فاتت. مصطفى، هناخد نبذة بسيطة أو كلمة بسيطة. اتفضل. دايما كانت مصر تهاجم، أو الأعداء مصر قطر وتركيا في حقوق الإنسان. صحيح. ما وجدناه في الفترة اللي فاتت من إرادة سياسية إن احنا نجيب ولادنا اللي موجودين في الصين ونجيبهم مصر، هي دي حقوق الإنسان. هو ده اهم حاجه في حقوق الانسان، ان احنا نخاف على ابننا، نخاف على اخونا. في دول من دول العالم المتقدم قالت لا خلاص اللي موجود هناك خليه. احنا لا، رحنا جبنا اولادنا وجينا. هي دي حقوق الانسان. صحيح. هي دي مصر. هي دي القياده السياسيه. احنا ردينا اقوى رد على اي مغرض
في هذه الخطوه الجريئه وكل خطواتنا. النهارده ما بنخاف على اخواننا اللي موجودين وجبناهم من هنا، بنخاف على جنودنا، الحركه الاقتصاديه اللي احنا فعلا حاسين بيها، الامن والامان، الطرق، كل ده اقوى رد على المغرضين اللي موجودين بره. اللي عاوز يعارض تعالى عارض من مصر، تعالى شوف مصر وبعد كده عارض، وعارض على صح، وعارض على الحقيقه، وعارض على ارض الواقع. ما تجيبليش فيلم من فابريك وتقولي ان هو دي مصر، صحيح. ما تجيبليش صوره من 15 سنه او كذا وتقولي هي دي مصر، صحيح. لا، هي مصر النهارده، مصر اتغيرت، مصر النهارده فعلا بقت مصر الجديده، مصر المستقبل، مصر القوه، مصر الشباب. شفت حضرتك انت دعم القياده العسكريه، واحنا شايفين قاعده محمد نجيب الفتره اللي فاتت، وشايفين افتتاح قاعده برنيس النهارده، وهي دول عن مصر قويه جدا وتقدر النهارده، ودي رساله للعالم كله ان مصر النهارده لها اصبح لها درع وسيف لمواجهه اي تحديات صعبه خلال الفتره اللي فاتت. وده يدل النهارده، دي رساله زي ما كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاباته دايما، اللي هيقرب من مصر هشيله من على الارض. فعايز رؤيتك انت كمواطن مصري، بتحس ايه احساسك الداخلي لما بتسمع كلام دي وتشوف قوتك العسكريه ودور القوات المسلحه من الحد من هذه المخاطر؟ ليبيا جنبينا، وشفنا ايه اللي حصل في ليبيا. طبعا النهارده بنشوف حدودنا، واحنا الحمد لله مستقرين، هنعرف قد ايه احنا الجيش المصري ده جيش وطني وعظيم. لما نشوف النهارده اليمن، هنعرف قد ايه احنا جيشنا جيش وطني عظيم، جيش دوله وليس متفرقه وليس مجموعه من الميليشيات، لا، احنا فعلا جيش وطني عظيم نكون له كل احترام. الجيش المصري ده هو جيشك وجيشي، كلنا دخلنا الجيش، صحيح. وكلنا لنا فرض من اسرتنا جوه الجيش، صحيح. عشان كده كلنا حاسين ان احنا الجيش ده زي دمنا كده، هو ده الجيش المصري. رؤيتك لرئاسه مصر للاتحاد الافريقي خلال الفتره الماضيه يا فندم؟ ده نجاح، نجاح يحسب لمصر، زي ما قلت لحضرتك، ده انجازات في عهد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، قياده مصر للاتحاد الافريقي بعد ما كنا فتره في عزله عن هذا الاتحاد. افريقيا هي سله الفاكهه وسله المشروعات في العالم، كل الانظار العالم بتتجه لافريقيا. حتى بعض الدول اللي بتحاربنا عينها على افريقيا. النهارده اما مصر ترأس هذا الاتحاد الافريقي، ده نجاح للقياده السياسيه في مصر. رؤيتك برضو ايضا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قطاع البترول، خاصه الفتره اللي فاتت شايفين افتتاحات لقطاع البترول وضخ الغاز، واحنا بنصدر، اصبحنا خلاص في 2020 بنصدر الغاز لبعض الدول الخارجيه، وشايفين كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ايه قدر يحافظ على حدود المياه الاقليميه، وكان واقف بالمرصاد، وشايفين دور مسترا الواحد كان دورها ايه، ومسترا جمال عبد الناصر، ومسترا السادات كان دورها ايه، وكل ده النهارده مع الفتره اللي فاتت قدروا الشعب المصري قدر النهارده يفهم ليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيجيب السلاح ده. انت كمواطن مصري لما شفت النهارده قوتك العسكريه، وشايف النهارده دعم القياده السياسيه للجيش المصري النهارده للحد من هذه المخاطر، انا كنت دايما كده بقعد اقول كمواطن مصري طب هنعمل ايه بالسلاح ده؟ في ايه؟ اما شفنا المقاومات، وشفنا اللي بيحصل في سوريا، وشفنا اللي بيحصل في اليمن، وشفنا اللي بيحصل في السودان، وشفنا اللي بيحصل في المنطقه، الشعب النهارده بقى عنده من الوعي القادر قدر قد ايه يفهم ان السيد عبد الرئيس في تحسيس القياده العسكريه كان على قدر كبير جدا من الرؤيه الصحيحه لحمايه الامن القومي. بالنسبه لقطاع البترول، افتكر كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا جبنا جون. احنا فعلا جبنا جون. بمعنى النهارده مصر في قطاع البترول بقت متصدره، في قطاع الغاز بقت متصدره. النهارده مصر بتصدر الغاز لكل دول العالم، او لمعظم دول العالم. ترسيم حدودنا والخطوه الجريئه اللي قام بيها البرلمان المصري بالموافقه على ترسيم الحدود، ده ادتنا دفعه قويه فعلا ان احنا نكون دوله متصدره في هذا المكان. مصر فعلا مصر دولة عظيمة، مصر دولة عظيمة بشعبها، مصر دولة عظيمة بجيشها، مصر دولة عظيمة برئيسها. مصر دايما قائمة بقادتها العسكرية وقادتها السياسية، وبإذن الله زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال والأحاديث الشريفة خير وأجناد الأرض، وإن شاء الله ربنا حافظ مصر. شرفتنا ونورتنا يا دكتور أحمد، كان نفسك أطول معاك أكتر من كده، لكن وقت البرنامج بتاعنا خلص، فشرفتنا ونورتنا مرة أخرى دكتور أحمد الأمين، أمين تنظيم حزب الحرية المصري. شكرا لحضرتك دكتور مصطفى، وشكرا لضيوفك الكرام. أعزائي المشاهدين، انتظرونا في حلقة قادمة الأسبوع القادم من قلب مصر.